العدس اعلى ضغط على الوقت ده ما بيوصل العدس لغايه طب على نقفله؟ العدس طب بس بيوصل نقفلها؟ لا ده نقفلها بيوصل ولا لغايه نفتحها؟ 100 غلط مليمتر اكتر. زئبق. ضغط ايه؟ العين يوصل لغايه 100 ايوه بس متر زئبق فيها. كتم العدس يا دكتور اخطر. يعني ان هو لا اخطر ده طبعا اخطر اخطر جدا اخطر. في العدسه. والعدسه تعمل اكتر من الكحه بكتير. سوري التمخض حاجه في النص. انما اكتر حاجه تعمل ارتفاع مفاجئ في ضغط العين وضغط الدم العدسه هي العدسه. ولا كتمان العدسه؟ العدسه لا العدسه, العدسة عموما. ما بالك بقى لو انا كتمتها؟ هل فعلا بقى خطر يا دكتور؟ خلينا يعني كتمان العدسه ده حاجه يا بس احنا دكتور بنتكلم غير ان العدسه دي حاجه ليه سيئه ليه مصيبه؟ لانها زي ده ما كلنا بنعمل كده ونقول سوري. زي ما الدكتور قال بيحصل ارتفاع جامد قوي في ضغط الدم. ضغط الدم ده ممكن بقى لو كتمناه لو في ضعف في شريان في اي حته نزيف بقى في المخ ممكن يحصل ارتفاع في الضغط السائل داخل الاذن الداخليه. يعني ده خطوره خطوره مرعبه طبعا بتحصل. لكن طبعا احنا بنتكلم في طبعا في الجنرال ان العطسه بشكل عام يعني في اغلب الناس ما يعني ما بتعملش مشاكل. الا واذا لو انا قصدي كده في نسبه اللي عنده اعيده مويه هشه هي دي في نسبه لا في نسبه كده معينه ما نكتمش العطسه. ما نكتمهاش يعني كل الناس اللي هو بيبقى في موقف في ناس او كتير على الهواء او في اجتماع او فبيكتمها. فاحنا كده بنقول لا تكتموا العطسه.